جائز اليوم رجعني لكم بفيلم جديد، فيلم لطفي العبد اللي اليوم بطولة لطفي العبد اللي اي كيفاش تهزني رسميتي فيلم واش نورمال. والله اليوم بطولة لطفي العبد اللي مع الانسة الجميلة الرقيقة ما نعرفش شنو اسمها حسيلو، ما نقعدوش نطولوا في الفيديو، ندخلوا في الفيلم ونكتشفوا الاحداث. عنا برشا برشا جديدة ان شاء الله قريب، ندخلوا في الفيديو. انا نهزك انت؟ انا ايه نزك انت تهزني لحي زهور يوم ما تونا قام كان السيان صلح كرهبتك. دي زرعة، دي زرعة التسعينات هذه، ما هو ما عاملين الفيلم زعما يمثلوا في التسعينات قبل كيفاش تونس كانت، معناها قبل هي ما كانت شكل راه شيوية. زهور ليه؟ واصل الفيديو، كرهبتي سافا صلحها وحدي، عندي الكابل عملها فيه. عندي الكابل عملها فيه. عندك سوبر بيه. اما انتم هوني عندكم ياسر سخانة عايش تبدا تنزل. ليه لا 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 ايه تطلع ولا نهبط؟ شي ترشق، شي ترشق اللطفي. شو كزي زيت كبروا راهم كبروا محليهم محليهم. اسمع اسمع هذه، ركزوا لي مع اللقطة هذه. شنو ما قلت لها؟ ركزوا لي مع اللقطة. شو كزي زيت كبروا راهم كبروا محليهم محليهم. شو زيك شو كزي زيت كبروا جو محليهم، ركزوا لي مع اللقطة هذه يا حبيبي. جيل فسدتو، جيل حتمتو، جيل ورث بيتي حتمتو، جيل بالرسمي وش نرمال معناها. الطفلة هذيك خليني ساكت، ناقصت الفيديو. على فكرة الزوز هذوما مصاحبين بعضهم، الزوز الجيل هي نعم مصاحبين بعضهم. نواصل الفيديو. نعمل عائلة ونجيب صغار فديت. أيوانا أيوانا نعمل نعرفش نسيت نتعرف على واحد آخر ما سهلو لوحني تكبرت ده. قفت معاك وهزتك بسنية تجي لتونس ما عندك وين تبات صور دي ما تكسبوش. شكون اللي عرض صدره وحمى عليك قلت لي كنت تغني في الصحات البطاحي نسيت؟ ما نسيتش ما نسيتش وصل حالتك فشت ليه بالرسمي معناها خويا انت ممثل كبير معناها بالرسمي تمثل ادوار كيمينيك، علاش معناها اغراتك الفلوس معناها انت عجب كيما هذا الممثل نسيت اسمه التونسي، معناها انت تو معناها بالرسمي معناها اغراتك الفلوس اللي تمثل دورة متاع واحد يرحم عمي يا حبيبي يوريك معناها حتى على الفلوس يبيعوا ارواحهم. والله بيعوا يوم في التيك توك كبس كبس كبس، ولاد خدمة في التيك توك، تدخل التيك توك تلقاهم كبس 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 كبس، حتى هي ذكي اللي تذيق بيه الدنيا يدخل التيك توك كبس 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 كبس. سامحوني بكري نوزل لوتا مانيش تفضل الكاميرا. واصلوا الفيديو. توليت تحب تعرس فاسي حتى النجم نعرس، اما با كريستيان تسيبني مضمض ما عادش نحب نشوف ثاندرك ما هوش على كيفك. بي بي استنى لحظة، على فكرة الفيديو هذا توا مصورينه في سوريا ولا ليبيا ما نعرفش حسيلو، وهذه شو اسمها ممثلة سفار ولا ما نعرفش حسيلو، هذه ممثلة كبيرة. والصوت اللي سمعتوه توا ذاك الصوت نتاع كلام زايد قال السوري باش اليوتيوب ما يضربنيش بكوبي رايت، معناها تحسوا ولا مركز معايا اليوتيوب معناها على الأقل حاجة كلام زايد حاجة ولا يفسخ الفيديو تو. حسيلو قشتلها ما خلى مقال، وخلى مقال قشتلها يا قح النصرة يا درسنو يا درسنو علاش جاية. لا اش تدخلوا في الفيديو تسمعوا، يا نطولوا عليكم سامحوني كان طولت عليكم زاد الفيديو. ما جيتش نجي ما جيتش نجي شنو جاي سياحة أعمال خيرية عذبتي روحك جيتي لهنا وإحنا موجودين عندكم
جدران بالمال قشتيله وباي مكان نريد ناسس فيه دوله الخلافه. لكن الحين رجالي هذا الجسم راح ياكلونه، لكن انا ما اقدر منك اني ما احب القعده. مروان حسن هم كلام زايد خالص، كلمة زايدة اللي توروني ايش تسوون بيها، وانا اتفرج عليك مثل والله مش نورمال.